هو انفصامات لازم تتبعها انا عارف. استاذ مراد جوهري. او بالاحرى المخرج المسرحي الكبير مراد جوهري. كبير مسرح. المهم كبير غير الله، كبير مسرح. المهم السيد المدير الاقليمي لوزاره الشيبه والرياضه اقليم العرائش، السيد نائب رئيس المجلس الجماعي جماعه العرائش، اصدقائي الشابات المسرحيات الشباب المسرحيين، المسرح يعلم الشباب ويرفع من دوره، المسرح يعلم الفضيل كما قال الفيلسوف الفرنسي فولتير، إليه يأتي الغلباء، إلى المسرح يأتي الغلباء ليتعلموا لغة. لقد علمتمونا طيلة أيام هذا الملتقى لغتكم، لقد كانت لغتكم غريبة عنا بعض الشيء، لقد تعلمنا في لجنة التتبع وتقييم العروض، تعلمنا واكتشفنا لغتكم، عبرتم عليها بكل الأشكال الفجورية التي يعرفها أمصر. في تقييمنا الأولي أكد على أن الملتقى تميز بفرق في بداية تمثلها الهائل للعمل المصري، وفرق وصلت إلى قمة الممارسة الهاوية لدرجة تمكننا لنفحة احترافية في أداء العروض، لا على مستوى التشخيص ولا على مستوى التمكن من التقنيات المصاحبة للعمل المصاحب. ولكننا أيضا، وهذا من منظمي بالأساس والتوقيت، ننصح كان الناس لانضباط في التوقيت، السبعة السبعة، بجوج ديال الحوايج، المشاهد اللي كيجي في الوقت واللي ما خصوش يكون ضحايا الآخرين الذين لا يلتزمون بالوقت، ولكن يؤثر أيضا على الممثلين اللي حنا ما كنعرفوش اش كيكون واقع لهم في الكوليس، هما كينتظروا الساعة ديالها. عالم غريب، الممثلون الجالسون هنا يعرفون هذا القول، هذا اللي كيكون إذا عالم آخر من الضغط ومن الخوف من هذاك اللي أي ساعة العرض اليوم مثلا، أنا شفت العرض كان عرضا جميلا كذا، واتفق معايا مجموعه من الاخوه اليوم لانه بقاو كينتظروا في الكوليس جوج سوايع ديال المدينه، اثر هذاك العرض على اثر. بالتالي نطلب من المؤثرين في المستقبل انهم يراعوا هذه المساله، التوقيت التوقيت في المسرح قد يصل الى درجه القداسه. جانب آخر مرتبط بالعروض اللي شفناه هو أنه فرحنا بزاف، أنه شفنا عروض في المستوى، لأنه حقق لنا الفوجة وحقق لنا المتعة، ولكن أيضا لاحظنا على أن بعض الفرق في بعض المديريات الإقليمية غير خاضعة إطلاقا للتقطيع،
هي مجهودات فوضية لأشخاص ينتمون إلى نادي مصرح داخل دار الشباب من دور دور الشباب. بمعنى نرجو من المديرية الجهوية لجهة الشباب تكون أنه تم العمل على تدعيم بعض دور الشباب في المجال الأندية ديال المصرح في دور الشباب، ولكننا أيضا اكتشفنا طاقات هائلة، تعبيرات متميزة، كان اكتشفنا على أن شبابنا لا زال يناقش بعض القضايا التي كنا اعتقدنا أنها حقرا على جيلنا لوحده، ناقشوا القضايا التي يعانون منها الآن والتي تغيب عن جيلنا، ولكن أيضا ناقشوا قضايا تهم كانت تهم جيلنا لجنت حاضرة في الواقع الراهن تبتلوها وكتبوها بلغة مسرحية جميلة ومبدعة. كاين واحد الجانب آخر اللي ما يمكنش الإخوان نلحوا عليه أنه نقولوا هو أنه كان كاين عدم مع ما كانش كاين وكأن المهرجان معزولا عن سياقه، كان الغياب ديال الجمعيات الثقافية ديال الفاعلين الثقافيين في المدينة، وبالتالي هاد الخطا ما عرفناش منين جا، لأنه ما يمكنش يكون الخطا أضعف من حدا الأيام وحنا كنلاقي المصاح وما كنشوفوش وجوه مسرحية إذا استثنينا وجه مسرحي واحد معروف عندنا هنايا في الحضارة وتتبع مشهور على المتابعة وهو مخرج مسرحية الأولى سي محمد أضرب ما فيش في الإخوان، أعتقد على أن الإخوان إذا كانوا توصلوا بدعواتهم وكذا لن يبخلوا بحضورهم ومساهمتهم فهاد الجانب. شكرا أننا تعلمنا منكم، تأكدوا أننا تعلمنا منكم، البارح قلتكم على أنه وصلنا نصوروا منكم، وصلنا نصوروا منكم بعض ديال الاقتراحات اللي خدمتوا عليها الجانب المسرحي واللي كنتوا موفقين فيها، شي نهار غتقدروا تشوفوها عندنا ولا شفتوها عندنا حنايا اللي كنديروا المسرح. تأكدوا على أنو حنا نقولوا صراحة واحد المجموعة ديال الدراري الشباب اللي يديروا المسرح ويديروا المسرح. شكرا لكم على هذه الفرصة، استمتعنا بكم، تعرفنا عليكم، حققنا معكم التواصل بحسب الإمكانية التي كانت متوفرة لنا. نشكر السيد مدير جهوي على تتبعه الدائم وحضوره المستمر حتى في مجال التقييمات، وهذا ما كيكونش عن قوته كاملة في الإدارة ديالنا، ولكن هذا ناتج على أنه تهوى وبالعمل الجمعوي وبالممارسة الثقافية، وبالتالي هذا الشيء اللي كيتخلط محتوى ما بين الإدارة وما بين الهواية والرغبة، وهذا التشكر على المتابعة ديالو الدقيقة والتتبع ديالو والأسئلة اللي كانت كثرها، كان مشكور كونطور ديال وزارة الشباب والرياضة بالإقليم ديال العريج خاصة العريش بدون ما ننسى الراجل اللي هو سي محمد السيساع مدير وزارة الثقافة والرياضة. تقدم الأستاذ مسيح الطقري النائب الأول رئيس مجلس البلدي لمدينة العرب. الحضور الكريم، بسميتكم جميع، بسمية المدير الإقليمي لقطاع الشباب والرياضة، كنوجه الشكر الجزيل للمجلس البلدي لمدينة العرب على ما قدموه من خدمة لشباب هذه المدينة ولشباب هذا الوطن الحبيب، بحيث كما قلنا في الافتتاح كنقول لكم الله الوالدي شكرا على اقتنائكم هذا الوضع الرائع، واللي اكيد غادي يساهم في تجويد العمل الفني والثقافي بمدينة العرائش وبإقليم العرائش. شكرا
للمجلس البلدي لمدينة العربية. وأعطي الكلمة للأستاذ نسيج القطرين على الأول لرئيس المجلس البلدي. شكرا. صباح سعيد الجميع. أجلس حسب سيد مدير التدريبين لقطاع الشباب، سيدة أستاذة الحضور الكريم، شباب وشابات فرق مسرحية مشاركة، سعيد جدا بحضور هذا اختتام ديال المهرجان الجهوي الأول لمهرجان الشباب ولا مسرح الشباب. حط كان عندي الحق وشاهدت المسرحية ديال الاختتام بالحقيقة مجهود، يعني في الفرقة المدينة القصر الكبير هو مجهود يعطي بأن إقليم العرائش إقليم اللي يعرف بعض صمت الفرويل هو دائما إقليم ديال الطاقات. المسرح تشتا في مدينة العرائش وتشتا في مدينة القصر الكبير، فاستشهد مجهود جماعي بين الجماعة قطاع الوسيط والمتداخلين باش ننتجوا في المستقبل مهرجانات اللي تكون تعطي الصورة الحقيقية على الحركة الثقافية في المدينة، تعطي الصورة الحقيقية على الشعب، شغف الشباب والشابات بهذا الفن النبيل اللي هو المسرح. شكرا بوطو شيبور، شكرا للفرقة لأن الاختتام جميع الفرق المشاركة من الجهة، واللي كنتمنى نكونوا تتبعوا واحد المقام طيب في ضيافة قطاع الشباب، اللي أنا متأكد بأنه لم يدخل عليه بالإمكانيات اللي موجودة عنده. نتمنى هذا الملتقى يبقى ملتقى سنوي في مدينة العرائش، بحيث هذا المهرجان إذا كان واحد يجروه مجهود جماعي كله يسحبوا واحد المهرجان، لما لا يكون مهرجان وطني لمسرح الشباب، لأن الحمد لله توفرت بعض الفضاءات اللي ماشي كثيرة في المدينة، ولكن على عينيك كاين بعض الشعب الآمن ديال الفضاءات اللي بالأكيد تسهل اشتغال ديال هذا الفرق المسرحيه لا في التدريب ولا في العروض، وكتمكنا من الجهود كما قال السي سيسح المجهود ديالها اللي كتقدم للجمهور ديالها. شكرا جزيلا والتوفيق لجميع الحضور، وشكرا لكم المساهمه والنجاح. شكرا السيد مسيس القطري على العهد الاول لرئيس المجلس البلدي لمدينة العرائش. والآن كالنادي على السيد المدير الإقليمي لقطاع الشباب والرياضة بمدينة العرائش الأستاذ عبد الهادي اللوي. صدق الجميع والمجهودات التي يبذلها من أجل دعم شباب هذه المدينة. شكرا. ربما احنا في فترة الصيف والأنشطة ديالنا